مالت تسمحوا لي اقول لكم قصيده؟ خصوصا لو قصيده مفيش ازمه. ايه رايكم؟ قصيده؟ يا ريت تعمل قصيده جديده؟ دي لسه ده انت كاتبها بخط ايدك. دي من مقاتل لشعب مصر. قول يا دكتور. بيقول قاعد هنا ويا زمايلي على الحدود نطرد الرجل الغريبه. اللي من بحري واللي من بر الصعيد واللي من نوبه الحبيبه. كل يوم نفطر على كلمه بلادي وصدورنا ساتر لرصاص الغدر من يد الاعادي. واحنا بنشد الحزام لاجل تبقى في مصر عيد. واللي صلى الفجر جنبي على المسا اصبح شهيد. لاجل مين؟ لاجل حضره جناب المحترم شعب مصر. طب يا شعب بلدي المحترم انت حاسس بيا فعلا؟ بالغضب جوايا ولا بالالام ولا مش حاسس؟ ومضللك حبه كلام. جوه في الخندق ووسط معركه الوجود كنا بنبلع رمل مع ريحه البارود. جانا وبسرعه النبأ في القاهره عاملين قلق. بيقولوا ده السكر غلي والناس بتجري على الرز وكانهم داخلين سبق. الدم ولا القوت؟ وليه بنموت عشان ما الحلم نكمله؟ وليه الناس مش حاسه باللي احنا بنعمله؟ احنا ندور على طارنا من اللي دنس ارضنا، وعشان امان ولادكو احنا نستشهد هنا وقصاد شاشات الكذب قاعدين وناسيين دمنا. دوروا على رزكو واكلكو وشربكو، واحنا معانا ربنا، احنا معانا ربنا.